السلام عليكم. تدور عجلة مشاورات الكويت مرة وتتوقف مرات، لكنها على ما يبدو تفصح عن خبايا العلاقات العلنية وغير العلنية، وكذلك تفصح عن خفايا السياسات التي كان يلعب بها من تحت الطاولة لتظهر أمام الجميع. ومن بين تلك الخفايا ما جاء على لسان ناطق الميليشيا عن القاعدة بقوله: إن القاعدة حكمت أهم موانئ اليمن في حضرموت لمدة سنة وفي وضح النهار، وكانت ممتازة ومقبولة، وأن ضربها بقوة من الحكومة وبدعم خارجي غير مقبول، وسنقاتل من يقاتلها. يقول متابعون إن الحوثي كان يرغب بتقديم نفسه شريكا في الحرب على القاعدة، وهذا في نظره أهم سبب قد يقنع الغرب بالدفاع عنه وتبنيه. وفي الهامش الجانبي لمشاورات الكويت، كان وفد ميليشيا الحوثي قد عقد لقاء بسفراء الدول الأوروبية بمفرده دون ما جناح صالح حليفه في الانقلاب، ما يحمل أكثر من دلالة. وكانت الأنباء الواردة من الكويت مساء يومنا هذا قد أكدت رفع جلسات المشاورات اليمنية المباشرة لعدم وفاء وفد الحوثي وصالح بالتزاماته. وهنا نتساءل في ظل هذه الخفايا والتعثرات، إلى أين تمضي عجلة المشاورات؟ ما دلالة ظهور الخيوط السرية بين الحوثي والقاعدة في المشاورات وفي هذا التوقيت تحديدا؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، فكونوا معنا ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. تعثر جديد يصيب مشاورات الكويت بعد رفض وفد الميليشيات الانقلابية جدول الأعمال والإطار العام المتفق عليه، حيث أنهى المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الجلسة المسائية بإعلانه تعليق المشاورات المباشرة بعد تراجع الوفد الانقلابي عن التزاماتهم. إذن مزيدا من الخيبات تكتسي بها قاعة المشاورات في الكويت بالانقلاب مجددا على ما اتفق عليه خلال اليومين الماضيين. حالة من الشد والجذب منذ الموعد المعلن عنه أمميا عن بدء الحوار في 18 من إبريل الماضي، ولا تزال المشاورات تراوح في النقطة الصفر، ولا أمل يلوح في الأفق، خصوصا مع استثمار الميليشيا للهدنة المصاحبة للمشاورات بإعادة ترتيب أوراقها العسكرية في الميدان وتحديدا في محيط مدينة تعز ونهم والبيضاء، بالإضافة إلى ترتيب أوراقها السياسية عبر سلسلة من اللقاءات التي أجراها وفد الميليشيا بمعزل عن ممثلي صالح، وهو ما يحمل مؤشرات التضحية بأحد طرفي الفريق الانقلابي. يربط وفد الميليشيا وقف الحرب وقصف مدينة تعز تحديدا بتوقف التحالف العربي عن قصف المناطق التابعة لتنظيم القاعدة التي يتم استهدافها من قبل طيران التحالف في شبوة وحضرموت. فلم يعد خافيا على أحد أن ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة وجهان لإرهاب واحد. فاليوم يدافع محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثي عن تنظيم قاعدة حضرموت، معلنا استعداده للقتال في صفوف القاعدة، ومؤكدا على اتساق التنظيم الإرهابي مع الميليشيا عبر سيطرتها على ميناء حضرموت أهم موانئ اليمن لمدة سنة بوضح النهار، وكانت ممتازة ومقبولة بحسب تعبير ناطق الميليشيا ورئيس وفده كما وصفت المصادر. اليوم أكثر من أي يوم مضى تسقط الأقنعة وتتعالى أصوات الشكوك التي ذهبت إلى أن تنظيم القاعدة تاجر بالأسلحة وباعها للميليشيا عبر ميناء شبوة. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا المحلل السياسي عبد الناصر المودع عبر سكايب من عمان. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير لكم. أستاذ عبد الناصر، بداية يعني هذه الخفايا التي خرجت للإعلان وأيضا التعثرات وتعليق المشاورات، ما الذي تقرأه في المستجدات اللحظة الراهنة في مشاورات الكويت؟ أولا تحية لك أخت آسيا وللجميع. تعليق المفاوضات هذا أمر متوقع، المفاوضات منذ إعلانها ومنذ بدئها وهي متعثرة، تتحرك خطوة للأمام وتتراجع خطوتين للخلف، وحتى الآن لازلنا في المربع الأول. أما بخصوص موضوع التعليق على تصريحات، ما قيل عن تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، فيصعب أولا التأكد من صحة هذه المعلومات لأنه ليس لدي أنا تحديدا ما يؤكد لي بأنهم أدلوا بهذه التصريحات، لأنها تبدو غريبة ولا تنسجم أيضا مع ما يدعونه.
وبالتالي أنا أستبعد أنها قيلت في إلا في إذا قيلت في سياق آخر، أنا هنا لا أدافع عنهم، ولكن أرى نعم، أنه ليس من لكن يعني مصلحتهم من حقهم أيضا أن ينفوا أستاذ عبد الناصر، إذا كان هذا الكلام مجرد افتراءات فكان يفترض أن يخرج نفي لما حدث، ولكن لم يحدث مثل هذا النفي. برأيك أستاذ عبد الناصر في ظل هذه التعثرات إلى أين تمضي المشاورات؟ يعني المفاوضات كما كان متوقعا لها منذ البداية بأنها لن تمضي إلى الأمام، الموضوع برمته لا زال كما كان بسبب أنه ليس هناك من أرضية للمباحثات وأرضية للحوار حقيقية. طرفي الحوار أو أطراف الحوار حاليا كلا له مواقف متناقضة من الآخر. الحوثيون يريدون أولا كما يعرف الجميع يريدون تشكيل سلطة انتقالية يكونون هم مشاركين فيها، ومن ثم تبحث المواضيع الأخرى وهي تسليم الدولة وتسليم السلاح، وكل هذه الأمور طبعا تعني أنه لن يكون هناك أي حل في الأفق. الحكومة من جانبها تريد تطبيق القرار مجلس الأمن الذي يعني بداية تسليم الأسلحة وتسليم الدولة، ومن ثم العودة إلى المسار السياسي بعد أن تستعيد الدولة موقعها ومكانها في صنعاء. طبعا مطالب الحكومة لا يمكن تخيل بأن الحوثيين وفق الظروف الحالية والرئيس السابق صالح سيلتزموا بها أو أنهم سيقدمون سيقبلون بها. كذلك الحكومة وفق أيضا ما تريده ووفق توجهاتها لا يمكن أن تقبل بما يريده الحوثيون. ما طرح قبل فترة من أن هناك تصور أو رؤية قدمتها الأمم المتحدة، ما رشح أو ما قرأتها أنا كانت عبارة عن خطوط عريضة أيضا فيها الكثير من الغموض والإبهام، من ظاهرها تبدو وكأنها هناك سيتم تنفيذ القرار بشكل من الأشكال، ولكن يبدو أن كما ذكرت لك الحوثيون لا يمكن أن يقبلوا بتطبيق القرار وفقا لأي صيغة غير الصيغة، حتى الصيغة الذي يريدونها أنا أشك كثيرا بأنهم أيضا جادون فيها، لأنها هذه الصيغة أيضا ستعني الأشياء الكثير، تشكيل حكومة أو سلطة جديدة، ما هي طبيعة هذه السلطة، كيف سيتم توزيع الحصص فيها، يعني هذه أمور تفصيلية كثيرة. حتى في الظروف العادية قبل الحرب لم يكن بالإمكان تشكيل حكومة بسهولة، أخذت الحكومة الكفاءات أخذت وقت طويل رغم أن الظروف كانت أفضل بكثير من الظروف الحالية، فكيف الآن في الظروف هذه ستشكل أي سلطة وأي حكومة؟ وفي تلك الفترة كان الحديث يدور حول الحكومة وليس حول السلطة الذي هي السلطة والذي هو الرئيس، الرئيس نفسه لم يكن مطروحا في تلك الفترة، فكيف الآن؟ يعني الأمور كلها تبدو أنه ليس هناك من أفق لأي عملية سياسية في الوقت الحاضر. نعم. ما يحدث الآن في الكويت. عبد الناصر يعني سنستكمل معك، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ ياسين مكاوي عضو فريق المشاورات الحكومي عبر الهاتف من الكويت. مساء الخير أستاذ ياسين. أستاذ ياسين فقدنا الاتصال، سنحاول معاودة الاتصال بالأستاذ ياسين مرة أخرى. أعود إليك أستاذ عبد الناصر، كنت تتحدث عن المشاورات، تفضل. كما ذكرت لك الآن ما يحدث في الكويت الآن هو حالة من الضغط أو الجهود التي تبذل من قبل الدولة المستضيفة، من قبل الدول الغربية، من قبل دول مجلس التعاون، الكل يريد ألا تنهار المفاوضات. لو كانت هذه المفاوضات تعقد في سويسرا أو في دولة غير الكويت ربما قد انتهت يعني من قبل، انهارت نعم. منذ الأيام الأولى إذن، ولكن الآن هناك، هل ستنتقلي للضيف الآخر؟ نعم، عاد إلينا الأستاذ ياسين يعني بعد إذنك أستاذ عبد الناصر. أستاذ ياسين مكاوي عضو فريق المشاورات الحكومي معنا عبر الهاتف. أستاذ ياسين انقطع مرة أخرى، العفو منك أستاذ ياسين، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات. المعذرة منك أيضا أستاذ عبد الناصر، تفضل. أعود وأقول أن ما يبقي الآن المفاوضات على الأقل أنها
منعقدة أنها لم تنهار، هو فقط الجهود التي تبذل من قبل أطراف كثيرة. هناك ما يشبه الرغبة الجماعية لدى كثير من الأطراف بأن لا تعود الحرب. إذا أستاذ عبد الناصر، يعني ما الحكمة إذا وأنت تتحدث عن يعني أنه ربما الحوثيين لن يقبلوا بأي تنفيذ بأي وجه من وجوه تنفيذ القرار 22/16، ما الحكمة للموافقة ثم الرفض الموافقة؟ يعني بداية وافقوا على يعني خطة الأعمال التي قدمتها الأمم المتحدة وعلى تشكيل الثلاث الفرق وجلست بعض الفرق ثم انقلبوا على هذا الاتفاق، ما الذي يريدونه؟ يعني ما يريده هو واضح من منذ البداية. لو قبلوا بتطبيق القرار أو نفذوا هذا القرار تعتبر هذه معجزة وتعتبر هذا أمر غير متوقع، ولكن عدم قبولهم الحقيقي بعدم تنفيذ القرار هذا أمر يمشي في السياق العام لما يريدونه. هم قالوها بصراحة، لن نذهب للكويت لنسلم الأسلحة أو لنسلم الدولة لأي كان. وبالتالي هم منذ البداية قالوا بأنهم ذاهبون للكويت من أجل تشكيل سلطة من جديدة، ومن ثم سيبحثون في المواضيع الأخرى. ولهذا ليس مفاجئا ما حدث، أن أحيانا تحدث ضغوطات أو جهود تقوم بها الدولة المضيفة، كما حدث عندما استقبل أمير الكويت الوفدين، ويبدو أنه مارس الكثير من الجهد من أجل إقناعهم بالعودة إلى المفاوضات، وتم بشكل من الأشكال الإيحاء بأنه تم الاتفاق على القبول بجدول الأعمال، ولكن أيضا هذا الأمر لم يتم بشكل رسمي. سمعنا هذا من قبل المبعوث الأممي، حتى قالها بشكل غير واضح تماما بأنهم قبلوا تماما الاتفاق على جدول الأعمال، ثم بعد ذلك تم تشكيل هذه اللجان الذي لا يعني شيئا. تشكيل اللجان لا يعني اختراق مهم، هو أمر فني، ولكن ظلت جوهر المشكلة هي واحدة. نعم. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني الوفد الحكومي علق المشاورات ربما مرة واحدة، وفد ميليشيا الحوثي أكثر من مرة، لكن هذه المرة من قام بتعليق المشاورات المباشرة هو مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ. ما الذي يحمله هذا؟ يعني هذه تقنية يقوم بها أحيانا بعض الوسطاء لممارسة ضغوط على الأطراف الذي يعتقد بأنها غير إيجابية في الحوار. ربما هنا كان يريد أن يوصل رسالة للحوثيين، ولكن أعتقد أن دوره ومهمته هو أن يبذل كل جهد ممكن حتى لا تنهار المفاوضات. لاحظنا في الأيام الماضية أيضا أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قام بدور والتقى بجميع الأطراف بما فيهم الحوثيين. كل هذا يشير إلى أن مجلس التعاون وجميع الدول تبذل كل جهدها لاستمرار المفاوضات على الأقل. يعني يبدو أنه في الوقت الحاضر النجاح أن تستمر المفاوضات وليس أن يحدث اختراق ما، لأنه الكل منتظر يبدو معجزة لحدوث هذا الاختراق. من جانبهم الحوثيون في هذه المفاوضات استطاعوا أن حققوا اختراقات مهمة على الصعيد السياسي. تم أولا الالتقاء بهم والتعامل معهم بندية من قبل مجلس التعاون الخليجي ومن قبل الدولة المضيفة. أيضا أصبحوا في وضع سياسي أفضل بكثير مما كانوا عليه في الجولات السابقة. طيب هل تعتقد أستاذ عبد الناصر أن هذه الأمور هي من أعطتهم مساحة كما يقال للدلال على يعني مجلس الأمن وعلى المشاورات والأخذ والصد، يعني شعورهم بأنهم أصبحوا طرف مهم وند أيضا في المفاوضات؟ طبعا هم يدركون الآن أنه وضعهم أصبح على الأقل من الناحية السياسية أفضل مما كان عليه في السابق، خاصة بعد التفاهمات مع السعودية بشأن قضية الحدود ووقف إطلاق النار هناك والهدنة التي هي لا زالت صامدة في تلك المنطقة. هناك الآن كأنه هناك تصورات وتكتيكات جديدة من قبل الحوثيين بأنهم يمكن أن يصبحوا جزء من أن هناك قبول إقليمي، وإضافة إلى القبول الدولي بأنهم سيكونوا جزء من معادلة السلطة في اليمن، ولهذا هم يتصرفون بوضع
ومريح إلى حد كبير. أيضا هم يدركون بأن الحرب وتيرتها وزخمها السابق لم يعد له التأييد الكافي من العالم، وأيضا أن دول الخليج والسعودية تحديدا بأنها لم تعد متحمسة لعودة الحرب بالطريقة السابقة، وهم لهذا السبب يناوروا في ظل أجواء مريحة نسبيا بالنسبة لهم. وهم أيضا يدركون أيضا أن خصمهم وهو السلطة لا زالت باهتة ولا زالت ضعيفة، وهم في وضع إلى حد ما سياسي قوي ووضع عسكري غير مقلق بالنسبة لهم. نعم، إذن أستاذ عبد الناصر، عاد إلينا هذه المرة إن شاء الله الأستاذ ياسين مكاوي عضو فريق المشاورات الحكومي عبر الهاتف من الكويت. مساء الخير أستاذ ياسين. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. مرحبا بك أستاذ ياسين. بداية، كونك عضو في فريق المشاورات أستاذ ياسين، هل أخبرتنا ما الذي دار اليوم في الجلسة حتى تم تعليق المشاورات؟ لا، أولا لم يتم تعليق المشاورات. نعم. وإنما أحولت المشاورات إلى مشاورات غير مباشرة، وسيكون التلاقي مع المبعوث الأممي. كيف؟ عفوا أستاذ ياسين، هل أوضحت لنا كيف مشاورات غير مباشرة؟ بما معنى أننا سنتباحث وسنتشاور مع المبعوث الأممي بشكل مباشر، وليس عبر الطاولة التي تضم الفريقين. نعم نعم. الفريق الحكومي والانقلابيون. نعم. وسيكون التشاور عبر الأمم، عبر مبعوث الأمم المتحدة، مبعوث الأمين العام. نعم. الأمم المتحدة. ولم يصل المبعوث الأممي إلى هذا القرار إلا بعد أن رأى مدى تعنت وتراجع فريق الانقلابيين عن ما تم الاتفاق عليه، كان امتدادا إلى ما تم الاتفاق عليه في بيل السويسرية والخمس النقاط التي وضعها مبعوث الأمين العام، وأيضا الإطار العام الذي وضعه مبعوث الأمين العام وتم الانقلاب عليه، وأيضا اللجان التي شكلت على أن تناقش موضوع بناء الثقة، الإفراج عن المعتقلين أو الإفراج عن السجناء والمحتجزين قسرا والأسرى وعملية سحب السلاح، اللجنة الثانية عملية سحب السلاح، يعني الانسحابات من المناطق التي احتلتها تلك الميليشيات وتسليم السلاح. نعم، يعني اللجان ما زالت مستمرة في عملها. ثم اللجان رفض الحوثيون استمرارية عمل اللجان. نعم، يعني أعادوكم إلى مربع الصفر تماما. أعيد الأمر إلى مربع الصفر، وهذا ما كنا نتوقعه من بداية المشاورات، أنهم ليس جادون في عملية الانحراف. إذن أستاذ ياسين، يعني العملية السلمية. نعم، ليست المرة الأولى التي يثبتون فيها عدم جديتهم في هذه المشاورات، ولكن يعني أخبرنا ما موقف مبعوث الأمم المتحدة غير تعليق المشاورات المباشرة. هو اتخذ هذا القرار من خلال القناعات التي تكونت لديه للأسف مؤخرا، بأنه لا يجدي التحاور، يعني التفاوض أو المباشر أو التشاور المباشر، للتعنت الذي أبداه الانقلابيون. نعم. وهذه عادة درج عليها هذا القوم أو هؤلاء القوم. هم ناكث عهود، ونحن نعرف بأنهم ناكث عهود ومواثي، فهم ينقلبوا دائما على كل خطوة نصل إليها. وفي اعتقادي بأن الأمر يحتاج
إلى إعادة نظر وإعادة دراسة وتقييم حقيقي للمشاورات، ومن ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى من تلك المشاورات. نعم. طيب. إن كانت هناك جدية حقيقية، هم الشيء الوحيد الذي كانوا يريدوه هو وقف عمليات وقف إقلاع الطيران، وقف تحليق الطيران. نعم. وقف الرصد من خلال الطيران أيضا، ليتمكنوا من الاستمرار في العبث بمقدرات شعبنا وبدماء أهلنا في اليمن. نعم. إذن أستاذ ياسين، انكشف السيناريو التي كانوا يخفوه خلال الأيام الماضية، ولكن اليوم أنا في اعتقادي بأنه انكشف السيناريو التي تربوا عليه، الذي تدربوا عليه بشكل واضح، والذي يقول اتركونا نستمر في القتل والتدمير، وفي حالة أن نتواصل يجب أن تتواصلوا من خلال قناعاتهم ومن خلال تسليم الأمر لهم وتشريع الانقلاب. نعم. وهذا الأمر في اعتقادي أنهم لا يتم، لن يتم، طالما هناك نبضة في الشارع اليمني. نعم. إذن لا زالت قائمة وموجودة ستتصدى لهم. نعم أستاذ، يعني فيما يتعلق بما جاء على لسان ناطق الميليشيا وهو يتحدث عن القاعدة، هل يعني حدثتنا عن ذلك؟ حقيقة ما وصلكم حقيقة. نعم. أنهم اعترضوا على ما تقوم به الحكومة من تطهير القاعدة وداعش في المناطق الجنوبية أو على الأرض الجنوبية. نعم. التي هم زرعوها في أصل الأمر، هي زرعت من قبلهم، واليوم عندما تصدت لهم أدوات الحكومة وبمشاركة فاعلة من قوات التحالف العربي، طبعا كان انكشافهم، لأنهم حماة للإرهاب، هم الحماة الحقيقيين للإرهاب، وهم من يدعموا هذه الجماعات حتى يظل جنوبنا تحت وطأة. نعم. هل أشد يعني ناطق الميليشيا بحكم القاعدة أنها حكمت الموانئ خلال عام وفي وضح النهار وكانت ممتازة حسب قوله، وأنهم قد يقاتلون؟ هذه مسائل تفصيلية لا تدعينا أدخل. نعم. إذن هل تحدثوا؟ لا تبدي. نعم. وإنما هم أكدوا للعالم أجمع، هل حدث ذلك أمام الشيخ؟ للإرهاب، وأنهم رديف حقيقي للإرهاب القائم على أرضنا اليمنية. نعم. هل حدث ذلك أمام ولد الشيخ؟ طبعا حديثنا هذا كان في الجلسة التي تمت. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين مكاوي، عضو فريق المشاورات الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، استمعت لحديث الأستاذ ياسين، يعني أثبتوا أكثر من مرة أنهم غير جادين في هذه المشاورات، وربما أكد على ما تحدثنا عن حول دفاعهم عن القاعدة، كيف تعلق؟ يعني ما ذكره بأنهم كانوا معارضين على العمليات ضد القاعدة، ما فهمته من وهذا ربما يكون أيضا نوع من المزايدة بالدعاء بأن ضرب القاعدة من ضرب أي طرف يمني بالنسبة لهم أنهم يعارضوا ضرب أي طرف يمني أيا كان، إضافة إلى أنهم أيضا يريدوا أن يظلوا يتحججونهم دائما بأن
القاعدة حليفة مع خصومهم وأنهم يحاربون القاعدة، وبالتالي عندما قامت السلطة بمساعدة دول التحالف ومحاربة القاعدة في هذه الحالة، هي أيضا هذا الأمر يخرج عن ما يطرحونه بأن هناك توافق بين الحكومة والتحالف والقاعدة، هذا ما يطرحونه في إعلامهم. وهم الآن يرون في هذه الحملة ضد القاعدة بأنها تخالف وتوصل رسالة لا يريدوا أن توصل مثل هذه الرسالة، ويريدوا أن تبقى الأمور على ما كانت عليه في السابق. أما من ناحية ما ذكره في بأن المفاوضات علقت وبأنه لا زال هناك عمل للفرق، كل هذا أمر متوقع تماما منذ البداية وليس هناك من جديد. وكما ذكرت لك، ليس إلا الضغط والجهود الخارجية هي التي تبقي تبقي هذه المشاركة. المفاوضات وتمنعها من الانهيار. نعم، إذا أستاذ عبد الناصر والسادة المشاهدين، نذهب فقط لفاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا بك أستاذ عبد الناصر. كنت تتحدث قبل الفاصل وأيضا بداية الحلقة عن أن ما يهم المشاورات هو استمرار هذه، أو يعني الأطراف المعنية استمرار هذه المشاورات. تحدث أن يعني النجاح الذي ينشدونه هو أن تستمر هذه المشاورات، ما القيمة الحقيقية التي تحملها هذه الاستمرارية؟ طبعا هم يراهنون على أنه بمجرد الاستمرارية قد يحدث تفاهمات على حتى ولو على نقاط بسيطة تبقي الوضع العسكري على حاله. الخيارات، والسبب يعود إلى أن الخيارات أصبحت محدودة بعد سنة من الحرب، أكثر من سنة من الحرب، أصبحت خيارات قوة التحالف محدودة، وكذلك الحكومة والقوات المقاومة والجيش الوطني وكل هذه أصبحت خياراتهم محدودة، وبسبب أيضا الضغوط الخارجية، هناك ضغوط هائلة من قبل الكثير من الدول وتحديدا الدول الغربية بأن لا تعود الحرب بوتيرتها السابقة، وبأن الحرب أصبحت يسمونها تقصد مرحلة اللا حسم السياسي والعسكري؟ يعني هم بيراهنوا على أن على حدوث حسم سياسي أو تفاهمات سياسية. من هذه التفاهمات السياسية، الدول الغربية تميل إلى القبول من حيث المبدأ بما يطرحه الحوثيون والرئيس السابق صالح، وهي إيجاد حكومة أو سلطة انتقالية. هم أقرب إلى هذا من قربهم من ما تطالب به الحكومة. يرون بأن ما تطالب به الحكومة غير واقعي، لأنه يعني عمليا تطبيق القرار، يعني عمليا استسلام الحوثيين، وهذا أمر مستحيل أن يقبلوا به في ظل موازين القوى على الأرض. وبالتالي هم يرون بأنه من الممكن القبول بشكل ما من أشكال المحاصصة السياسية لحكومة انتقالية، وهم لا يهمهم كثيرا ما سيحدث بعد ذلك. على الأقل هم يريدوا في الوقت الحالي، إذا حدثت مثل هذه التسوية الهشة، أن تمنع الحرب، ومن ثم سيكون أكثر قبولا بالنسبة للكثيرين أن تنتقل الحرب إلى مربع جديد، مربع أقل نقول أقل وضوحا، بمعنى أنه في حال تمت إيقاف الضربات الجوية، وهي الشروط الرئيسية والمطالب الرئيسية التي يسعى لها الحوثيون والرئيس السابق صالح، لأن وقف الضربات الجوية ورفع الحصار أو إلغاء آلية الحصار. يعني نحن من يومين بدأ الحديث يدور حول أن من سيقوم بعملية التفتيش هي الأمم المتحدة. نعم. وهناك الآن ميزانية خصصت من بعض الدول لعمل فريق التفتيش، وبالتالي هذا عمليا يعني بأن الحصار سيرفع بشكل من الأشكال. هذا أمر يعتبر بالنسبة للحوثيين وللرئيس السابق صالح أمر حيوي جدا، إضافة إلى الأمر الآخر وهو وقف الضربات الجوية. إذا توقفت الضربات الجوية ورفع الحصار بشكل من الأشكال، هذا سيعطيهم مجال واسع للحركة وللتمدد،
إضافة إلى ذلك سينقل الحرب إلى مربع آخر، مربع أن تبقى حرب منسية، حرب في داخل اليمن، لا يكون هناك إحراج على الدول الغربية فيما يتعلق بأي عمليات تصنف وفق القانون الدولي بأنها عمليات أدت إلى مخالفة للقانون الإنساني الدولي وغيرها من الأمور. هذه التي كانت أحد الأسباب التي جعلت هذه الدول تضغط بشدة لإيقاف هذه الحرب. إضافة إلى ذلك ملف القاعدة، يريد أن يكون ملف القاعدة هناك تعامل خاص واهتمام خاص وأن تتركز الجهود نحو القاعدة وشبيهاتها في اليمن بدلا من التركيز على الحوثيين كما هو حصل الآن. كل هذه الأمور تسير على الأقل من الناحية النظرية في صالح الحوثيين وليس في صالح الحكومة. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد الناصر أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي والكاتب عبد العزيز المجيدي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد المجيد. عبد العزيز عفوا. مساء الأنوار عليك وعلى ضيفك الكريم. نعم أستاذ عبد العزيز، يعني تناولت وسائل الإعلام خبر أن الميليشيا قالت بأنها لن تتوقف عن ضرب تعز إلا إذا توقف التحالف والحكومة عن ضرب القاعدة، كيف تعلق؟ يا سيدتي، هذا التصريح ليس مفاجئا، نحن نعرف بأن الشخص الرئيس في الانقلاب هو علي عبد الله صالح، بشهادة تقارير للأمم المتحدة تقول بأن الرجل على صلة بالقاعدة وبأنه التقى بمجاميع من هذه العناصر في دار الرئاسة بصنعاء. وهناك كثير من التقارير الصحفية، وأنا شخصيا أعددت تقرير في 2011 عن قصة إسقاط منطقة خنفر وزنقبر وكيف تم إسناد المسألة بأمر من صنعاء لمعسكرات هناك بتسليم العتاد والمواقع لشخصيات معروفة بانتمائها للقاعدة، بل إن شخص كان قد ألقي القبض عليه في عام 2009 في منطقة الحبيلين وهو متهم بقضايا تقطع بما يسمى لمواطنين شماليين على ذمة الحراك الجنوبي، وهو شخص يعمل مع صالح بشكل مباشر، وهذا الشخص ألقي القبض عليه في إدارة أمن الحبيلين، ومجرد إلقاء القبض عليه تم إبلاغ وزارة الداخلية، لكن على الفور يأتي أمر من وزارة الداخلية ويطالب مدير الأمن بإطلاق سراح. مدير الأمن يتحفظ على الرجل لمدة 24 ساعة، لكن القرار يأتي من صنعاء بإقالة مدير الأمن وبالإفراج عن الرجل وما لديه من عتاد وسلاح. نعم، لكن هذا المختلف ربما أستاذ عبد العزيز، نعم ربما المختلف في هذه المرة أن هذا الاعتراف أو هذا الحديث جاء أمام مبعوث الأمم المتحدة، كيف سيكون يعني وقعه برأيك؟ لا أعتقد أنه سيشكل فرقا، الأمم المتحدة لديها تقارير، وأنا أتحدث إليك الآن، وكنا خلال الفترة الماضية قد قرأنا كثير من التقارير ومنها تقرير الأمم المتحدة ولجنة العقوبات تتحدث عن علاقة مباشرة لصالح بهذا الأمر. بالنسبة للحوثيين هم في النهاية أيضا ورثوا نفس العلاقة التي تربط أجهزة صالح بالقاعدة بشكل أو بآخر، وإذا كان هناك من أيضا فائدة أو ربما مصلحة متقاطعة مع هذا التنظيم فهو أيضا يقدم خدمات جليلة لهذه الميليشيات، وبالتالي هي تكتسب ما تعتقد أنه مشروعية لها فيما يسمى بموضوع مكافحة الإرهاب. وهذا الأمر الطارئ الذي حدث بعد الاجتياح الكبير للمحافظة من قبل الميليشيات، وذهبت بعد قطاع صنعاء باتجاه التنسيق المباشر مع الولايات المتحدة، وهناك تصريحات كثيرة لمسؤولين أمريكيين في أجهزة الاستخبارات وأيضا في وزارة الخارجية وهم يتحدثون عن تنسيق مع الحوثيين فيما يسمى مكافحة الإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية شجعت نموذج عراقي آخر داخل اليمن من خلال دفع جماعة ميليشياوية هي تدرك بأن خلفيتها طائفية بشكل أو بآخر، وبأن اجتياحها للدولة والسيطرة على القرار داخل البلد سيؤدي بالضرورة إلى حالة استفزاز نقيضة في المجتمع تؤدي بشكل أو بآخر إلى الارتماء في أحضان القاعدة أو ما يسمى داعش، وبالتالي تشجيع حالة انقسام طائفي حاد داخل اليمن سيؤدي بالضرورة إلى استنساخ التجربة العراقية كما نشاهد. هذا الأمر كانت مؤشراته واضحة منذ البداية، وكنا كثيرين كتاب وصحفيين ومحللين كتبوا وتحدثوا وقالوا في ذلك الوقت بأن
الميليشيات تقود البلد الى التمزيق وبالنهايه والى والى المزيد من الانقسام الاجتماعي والطائفي، لانه بالضروره سيرتب هذه المشكله. المشكله الرئيسيه، وهذه نقطه مهمه، ان بلد كالولايات المتحده الامريكيه تزعم مكافحه هذه الارهاب، وهي لديها تقارير تتعلق بارتباط صالح بهذه بشبكه القاعده، هي لا تفعل شيء قدر التاكيد على مساله ضروره ابقاء صالح في المعادله، وكان واضحا انها استقبلت في نهايه 2011 علي عبد الله صالح في نيويورك وقدمت له العنايه الطبيه اللازمه، ويتحدث ايضا وجاء لاحقا جون بيرنان مساعد اوباما لشؤون مكافحه الارهاب وقال بصوره واضحه ان من حق علي عبد الله صالح، وهذا بعد توقيع المبادره الخليجيه، قال ان من حق علي عبد الله صالح وعائلته الترشح مجددا للرئاسه، وكان ما حدث عباره عن مسرحيه هزليه، بمعنى ان طيب استاذ عبد العزيز شجعت صالح على العبث مجددا بالمشهد السياسي والوصول الى ما وصلنا اليه، وبالتالي ما يحدث هو في النهايه انكشاف كامل، لكن اعتقد انه لن يغير شيء في المشهد. نعم، لكن استاذ عبد العزيز، نعم، المشاورات ربما اعطت لهذا الامر، المشاورات ربما اعطت صبغه ايجابيه نوعا ما للمجتمع الدولي وايضا للمتابعين في الداخل والخارج، كيف ان هذه الميليشيا تنكشف مره بعد اخرى، اما بالتصريحات واما بمواقفها وتراجعها، اعطائها الوعود والنكوص بها، تتفق مع هذا الراي ام لا؟ اعتقد سنكون صدق اذا راهنا على المجتمع الدولي وعلى مواقف المجتمع الدولي الذي كان وهناك 10 دول راعيه للمبادره الخليجيه التسويه التي التفت على الثوره الشعبيه، وعلى راس هذه الدول امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين، هذه الدول كانت راعيه للمبادره الخليجيه، وكانت التصريحات تلو التصريحات تصدر عن مسؤولين في هذه الحكومات وتتحدث بانهم لن المجتمع الدولي ولن يسمح بعرقله المسار السلمي للسلطه، وبانه سيقف بقوه وبحزم امام اي محاوله من هذا الاتجاه، لكن ما شهدناه هو ان المجتمع الدولي شكل بصوره اخرى غطاء للميليشيات، دفع بها لطاوله المفاوضات، وفي نفس الوقت كانت هذه الميليشيات تمضي باتجاه حيازة المزيد من المناطق عبر القوة العسكرية، وبالتالي شاهدنا مسرحية هزلية كبيرة، الميليشيات كانت تقتحم صنعاء وتسيطر وتحوز المواقع السيادية داخل البلاد وتقوم بعملية انقلاب واضحة تسيطر من خلالها على أجهزة الأمن والجيش وغيرها من هذا، بالتفاهم طبعا مع علي عبد الله صالح، ومع هذا يخرج المبعوث الأممي ولد بن عمر في تلك اللحظة ويوقع ما يسمى باتفاق السلم والشراكة، وهو الاتفاق الذي صاغته الميليشيات وفرضته وانقلبت عليه، صحيح، التفت على هذا الاتفاق، التفت على هذا الاتفاق ورفضت تنفيذه، وهي اصلا المعنية بمسألة تنفيذه. نحن اذا راهنا على المجتمع الدولي اعتقد اننا سنعود مجددا الى نفس النقطة، المجتمع الدولي اسمح لنا، نعم، افكار متعلقة بمسألة اعادة تقاسم السلطة بين مجموعة مراكز نفوذ وميليشيات، لا ليس معنيا بمسألة بناء دول، هو معني بمسألة تهدئة وإعادة دورات الحرب مجددا، وهذا سيقودنا من جديد إلى دورة عنف ربما تكون أكثر قتل لا سمح الله، طبعا لا نود أن يتصل الأمور إلى هذا الشكل من السوء. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز المجيدي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. ما رأيك أستاذ عبد الناصر بما طرحه الأستاذ عبد العزيز حول أننا إذا عولنا على المجتمع الدولي هذا يعد سذاجة حد وصفه، ما رأيك؟ أنا لم أتمكن من الاستماع له والصوت لم يكن واضحا، ولكن المجتمع الدولي أو نحو اليمن هي جزء من هذا المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي هو الذي أيضا لديه سلطة كبيرة ليقرر الأوضاع في اليمن، وبالتالي لا نستطيع أن نقول هكذا جزافا بأن لا نعول على المجتمع الدولي، ولكن من ناحية أخرى صحيح أنه لو كان هناك أداء ممتاز من قبل السلطة الشرعية ومن قبل المعارضين للحوثيين، لو استطاعت هذه السلطة خلال الوقت التي منح لها والظروف التي تسهلت لها خلال العام الماضي، لو كانت بمستوى الكفاءة ولو بالحدود الدنيا لا فرضت أمر واقع تجعل المجتمع الدولي يتعامل معه، ولكن المجتمع الدولي أو جزء من المجتمع الدولي، إحنا لا نستطيع أن نقول المجتمع الدولي وكأنه كتلة واحدة، المجتمع الدولي هو عبارة عن مصالح متعددة لأطراف كثيرة، ولكن حينما نقول
نحدد تحديدا الدول الغربية التي لها أيضا نفوذ كبير على دول التحالف. هذه الدول ترى بأنه ما حدث خلال العام الماضي أن الحرب تذهب دون أفق، وأن الفوضى في اليمن ستزداد وتتسع، وأن القاعدة والجماعات الإرهابية تستغل هذه الفوضى، وهذا ما يهمها بالتحديد. نعم. وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة لنتعامل معهم من خلال مخاوفهم وليس من خلال أمانينا وأحلامنا. هم يتخوفون من القاعدة ومن الجماعات الإرهابية. كان الأولى لو كان هناك إدارة جيدة للمسألة، كان الأولى أيضا ألا تترك مثل هذه الجماعات، أن يكون هناك كفاءة من قبل السلطة الشرعية في محاربة هذه الجماعات وفي محاربة الطرف الآخر خلال الفترة الماضية. ولكن فشل الحكومة وتحديدا في المناطق التي أصبحت تحت سيطرتها مثل مدينة عدن وغيرها في أن تبسط الأمن، في أن تعيد هياكل الدولة الحقيقية. ما يحدث الآن هو وجود جماعات كثيرة تتسمى أنها بعضها حتى لا يرفع العلم اليمني، وهذه أيضا واحدة من الكوارث. صحيح، من الكوارث، وهي فعليا ليست تحت السلطة الحقيقية للسلطة الشرعية. هذه الأمور كلها أعطت الطرف الآخر حجج قوية، واستطاع أن يلمس وتر حساس لدى العالم. نعم. وتحديدا الدول الغربية. وفي هذا السياق موقفه فيما يتعلق من القاعدة في الجنوب حاليا، يعني نحن ممكن أن نفهم بأنه عندما يبدي معارضة بشكل أو بآخر لضرب القاعدة في الجنوب، هو يريد أن تبقى الأمور على ما كانت عليه، يريد أن تبقى القاعدة قوية، لأنه ليس بالضرورة أن يكون هو الذي يدعمها، أو لأن هذا الكلام الكثير وأصبح كلام يبدو أنه غير مقنع، لأنه الدول الغربية لديها استخبارات كبيرة على الأرض، وهي تعرف لو كان هناك علاقة كما يتم تصويرها بأن القاعدة ليست إلا أداة من أدوات الرئيس السابق صالح، وأداة من أدوات الحوثي كما يفهم الآن من بعض التحليلات. هذه تحليلات يبدو أنها تحليلات لا تنسجم مع الواقع ومع المنطق، خاصة وأن هذه الدول لديها استخبارات حتى في الدائرة المحيطة بصالح، وتعرف المعلومات، وأيضا لديها استخبارات لدى الطرف الآخر القاعدة وغيرها، وبالتالي لا يمكن أن تكون الأمور بهذا الشكل البسيط الذي يبدو أنه غير واقعي تماما، أن تكون القاعدة هي صنيعة فقط للرئيس السابق، وأنها ليست موجودة وأنها ليس لديها أجندة. هذا الكلام غير صحيح، ولا ينبغي علينا أن نأخذه ونحلل عليه، لأن هذه هي واحدة من الأوهام والأخطاء التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية وتم تصديقها وتم البناء عليها، وهي في الأخير جزء كبير منها عبارة عن أوهام. علينا أن نكون واقعيين، وأن نعرف كيف يفكر الآخر، وأن نعرف مخاوف الآخر، وأن نعرف كيف نستفيد من ظروفنا لنصل إلى يمن مستقر، يمن مزدهر، يمن خالي من جميع الميليشيات ومن جميع القوى. هذا بالتأكيد ما نأمله وما ننتظره. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر سكايب من عمان. الشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع مسلسل المشاورات الذي لم ينتهي بعد. إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.